بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، لما الناظم أنهى باب الإظهار والإدغام شرع في باب آخر، وهو باب الفتح والإمالة، باب الفتح والإمالة، فقال رحمه الله: قال الناظم رحمه الله تعالى: القول في المفتوح والممال وشرح ما فيه من الأقوال، أمل وارش من ذوات الياء ذا الراء في الأفعال والأسماء، نحو رأى بشرى وتاترى واشترى ويتوارى والنصارى والقرى. قال الناظم رحمه الله: القول في المفتوح والممال، أي المفتوح والممال، أي الحروف التي تفتح وتمال أيضا. الفتح في اللغة هو أن يفتح القارئ أو المتكلم فمه بالحرف الذي عليه الفتح، أي جاء من فتح الفم، الفتح جاء من فتح الفم، لأن المتكلم عندما يريد أو ينطق أو يريد أن ينطق بالحرف المفتوح يفتح فمه. جاء إلى غير ذلك، جاء، شاء، فالفتح جاء من هذا، من هذا يعني سمي الفتح، لأن المتكلم باللفظ العربي يفتح فمه أثناء النطق بالحرف المفتوح، لأن هذه الأسماء هي وضعت على معانيها، أي مرتبطة بمعانيها، مرتبطة بمعانيها. والفتح أو الحرف المفتوح عندما أثناء النطق به يتصعد الصوت، يتصعد إلى فوق، وعكسه الكسر، أي أثناء النطق بالحرف المكسور الصوت يتسفل، أي يكون إلى تحت، ولهذا الكسر متسفل والفتح متصعد، الكسر متسفل والفتح متصعد. الفتح، ثم قال: القول في المفتوح والممال. القول يعني هذا القول أو هذا الحكم سأشرع فيه، وهو يتعلق بالمفتوح، أي ما يفتح من الكلمات ومن الحروف، والممال أي وما يمال. الفتح هكذا كما ذكرنا، أما الممال أو الإمالة، الإمالة في اللغة هي الانحراف من الميل، يقال مال إلى كذا، أي انحرف إلى كذا، أمال إلى ذات اليمين
أي انحرف إلى ذات اليمين، أو مال إلى ذات الشمال أي انحرف إلى ذات الشمال. والميل هو الانحراف، يقال يميل الرجل أي انحرف، فالإمالة هي الانحراف. الانحراف عن ماذا؟ أي يكون الحرف مفتوحا ثم تنحرف به إلى الكسر، أي تميل بالحرف إلى الكسر. الفتح والإمالة، الفتح والإمالة هما لغة العرب، لغة العرب استعملتهما العرب، وهما من لحونها، من لحونها وأصواتها وطباعتها. يعني الفتح والإمالة من لحون، من ألحان العرب. ومن طباعة العرب، وهما لغتان من لغتان عربيتان فصيحتان مشهورتان فاشيتان في القبائل العربية. وبما أنهما هكذا، أي مشهوران فصيحان فاشيان في العرب، أي الفتح والإمالة، نزل بهما القرآن، نزل بهما القرآن، أي القرآن نزل بالفتح والإمالة. فالفتح من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، والإمالة كذلك من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. ولا ينبغي ولا يجوز للإنسان أن ينكر الإمالة، لأنها من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح ثم قرأ بالإمالة، أي أن الفتح قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، والفتح والإمالة كذلك قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالفتح والإمالة من الأصوات المتواترة، من الأصوات المتواترة التي أجمعت الأمة على الأخذ بهما، على الأخذ بهما، فهما نزل بهما القرآن، وهما من الأحرف السبعة التي في الحديث إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. القرآن نزل على سبعة أحرف، فالإمالة والفتح من الأحرف السبعة. الأحرف السبعة ليست هي القراءات السبع، لا، الأحرف السبعة شيء والقراءات السبع شيء آخر، إلا أن القراءات السبع هي من الأحرف السبعة أيضا، وكذلك القراءات العشر، وما فوق العشر هو كذلك من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم. العلماء اختلفوا هل الفتح هو الأصل أو الإمالة هي فرع أو هما لغتان، أي بمعنى أن الفتح ليس أصلا في الإمالة، وكذلك الإمالة ليست أصلا في الفتح. لكن الحافظ أبو عمرو الداني مال إلى أن الفتح، قال الفتح عند علمائنا هو الأصل، الفتح عند علمائنا هو الأصل، وعللوا ذلك بذلك بعلل، منها أن الحرف، أن كل حرف ممال يجوز فتحه، كل حرف ممال يجوز فتحه، وليس كل حرف مفتوح يجوز إمالته، كل حرف ممال يجوز فتحه. مثال
إذا قلت سبح اسم ربك الأعلى هذه إمالة، فيجوز الفتح، تقول سبح اسم ربك الأعلى أي تفتح، ولكن ليس كل حرف مفتوح تجوز فيه الإمالة، لا، قد تجوز فيه الإمالة وقد لا تجوز. من هنا بنوا على أن الفتح هو الأصل، وأيضا قالوا الإمالة لها أسباب، أي لكي تميل الحرف لا بد من أسباب، من سبب أو أسباب، ولكن الفتح مبني على غير سبب، الفتح مبني على غير سبب. الإمالة يعني الحرف الممال لا يمال إلا بسبب، ولكن المفتوح يفتح بغير سبب، فمن هذه الأمور بنوا على أن الفتح هو الأصل والإمالة فرع عنه. الفتح لغة أهل الحجاز، الفتح لغة أهل الحجاز يعني مكة والمدينة وضواحيها والطائف، القبائل العربية التي ما بين مكة والمدينة واليمن وغير ذلك، قضاعة وهاجار وهذا، كل هذه القبائل لغتها الفتح، قريش، غطفان، ثقيف، يعني كل هذه لغتها الفتح. والإمالة لغة أهل نجد، أهل نجد يعني من تميم، يعني قبائل بني تميم وقيس وأسد وغيرهم من قبائل العرب التي تسمى بأهل نجد، لأن القرآن نزل في بلغة هذه الجزيرة التي ذكرناها، القرآن نزل بلغة هذه الجزيرة. لماذا؟ لأن العرب كانوا في هذه الجزيرة فقط، في هذه الجزيرة فقط، ليس في مصر ولا في المغرب ولا في، يعني من العرب، العرب كانوا محصورين في هذه الجزيرة التي ذكرناها، والقرآن نزل بلغة العرب، وبما أن العرب كانوا محصورين في هذه الجزيرة فالقرآن نزل بلهجات هؤلاء العرب، لأن المغرب ما دخلت له العربية إلا بعد الفتح، بعد الفتح الإسلامي دخلت العربية إلى المغرب، وهاجر العرب من الحجاز إلى المغرب، يعني هناك يعني قبائل وكثيرة أصولها من، يعني من الجزيرة أو من اليمن فيما يخص العرب، وكان في المغرب السكان الأولون هم يعني أهل البربر، يعني الذين لا يتكلمون بلغة العرب، لكن لما دخل الإسلام ودخل الدين ودخلت اللغة العربية صار يعني البرابرة عرب يتكلمون بلغة، بل علماؤهم أكثر من علماء بعض العرب الذين أصولهم عربية، فصار في يعني البرابرة علماء في اللغة العربية في القرآن في القراءات أكثر مما هو أصله من العرب، وهذه من عظمة هذا الدين العظيم. أي بلد دخل في الإسلام إلا ويصير علماؤه في العربية ربما أكثر من العرب، فمثل أهل خراسان وبخارى وسمرقند، هؤلاء كل هذه الكتب الستة، كتب الحديث الستة وغيرها أهلها من هذه المناطق، البخاري من بخارى، مسلم صاحب من نيسابور، الإمام بن ماجه صاحب السنن من قزوين، النسائي من نساء، وهكذا الترمذي من تلمود، كل هؤلاء الناس من يعني بلاد عجمية دخلوا في الإسلام، فتح الإسلام هذه البلاد
فصار فيها أئمة كبار وجمعوا السنن، جمعوا السنن وألفوا المسانيد وألفوا التفسير وألفوا قواميس اللغة العربية وخدموا العربية وخدموا الإسلام خدمة فاق فيها يعني بعض العرب. هذا يدل على عظمة الإسلام وعظمة الدين، عظمة الإسلام وعظمة الدين. ولهذا يعني البلاد إذا دخلت الإسلام، يعني أي بلد دخل الإسلام تظهر فيه معجزة القرآن ومعجزة الدين ومعجزة الإسلام. فلم تبقى العربية محصورة في هذه الجزيرة، كانت اللغة العربية محصورة في الجزيرة التي ذكرناها أيام الجاهلية، كانوا محصورين في الجزيرة أيام الجاهلية. لكن لما جاء الإسلام وسطع فجر الإسلام، خرج الإسلام من الجزيرة وانتشر في البلاد الأخرى، بلاد العجم، فدخل الناس في دين الله أفواجا. فلما دخلوا في الإسلام أفواجا تعلموا العربية، فصاروا أئمة كبار في اللغة، إمام اللغة، إمام النحو. من هو؟ سيبوي عجم، سيبوي عجم. شيخه أحمد بن خليل الفراهيدي عجمي. فأئمة النحو كما ذكرنا وغير النحو كلهم عجم، لأنهم لما دخلوا الإسلام دخلوا بجد وحزم وصدق وإخلاص، فتعلموا العلم بعزيمة وهمة عالية حتى نالوا الشرف العالي في العلم. وهكذا أيها الإخوة، كل من دخل في هذا الدين بصدق وإخلاص يتعلم من هذا النور العظيم ما لم يكن ليتعلمه لولا دخوله في هذا الدين العظيم. فهؤلاء الناس دخلوا في الإسلام بصدق وإخلاص، فصاروا أئمة في هذا الدين، في الشريعة، في هذا الدين العظيم. ولهذا أيها الإخوة، هذا الدين إذا دخل فيه المرء لا بد أن يدخل فيه بصدق وإخلاص، فينال به الدرجات العالية ويسمو به سمو الشرف والرفعة. لكن لو دخل فيه وهو يلعب ككثير من المسلمين، هذا لا يستفيد من هذا الدين العظيم. كثير من المسلمين الآن يلعبون في الدين، ما عنده، ما لا يبالي، فلم يستفيد من هذا الدين العظيم، لأنه لم يدخل إليه بصدق، ولربما ورثه من آبائه وأجداده وجدهم مسلمين فصار حتى هو مسلم، ولربما قد يكون مسلما بالاسم فقط، بالاسم فقط. فلم يستفيد يعني كثير من المسلمين في أرض الإسلام لم يستفيدوا من هذا الدين العظيم، يعني لم يستفيدوا منه، بل هم ضائعون. يعني كثير من الناس، كثير من الشباب والشابات في ضياع، لم يستفيدوا من هذا الدين العظيم. لكن هؤلاء العجم الذين تحدثنا عنهم لم يكن دخولهم في الإسلام كدخولنا نحن فيه، لا لا. ولهذا الملاحظ أن هؤلاء الأوروبيين أو الأمريكيين أو غيرهم عندما يدخلون في الدين، في هذا الدين العظيم، تجد فيه جد وصدق وإخلاص،
أكثر مما هو اسمه محمد وأحمد أو عبد القادر أو عبد الرحيم. تجده يتمسك بالإسلام الصحيح، يلتزم به، يحل الحلال ويحرم الحرام، ويتعلم. منهم من يتعلم القرآن بالترجمة، ومنهم من درس اللغة العربية، ومنهم الآن يدرس اللغة العربية. فهؤلاء العجم يعني من يدخلوا منهم في الدين، في هذا الدين، يستفيد منه أكثر من كثير من أهله. هذه ملاحظة، يعني هذا أمر معروف وواقع في التاريخ وفي الحاضر، في التاريخ وفي الحاضر. تجد يعني الإنسان الأوروبي عندما يدخل في الإسلام يحرم كل شيء حرمه الإسلام، ويلتزم بكل ما أمر الله تعالى به أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. بينما تجد أحمد ومحمد وعبد القادر من هذه الأسماء من يلعب، تعرف منه وتنكر كما في الحديث، تعرف منه وتنكر. كيف تعرف منه وتنكر؟ تعرف منه عندما يدخل إلى المسجد ويصلي، وتنكر منه عندما تراه يشرب الخمر أو يلعب الضامة أو كذا، يعني تنكر هذا. فتارة تعرف منه وتارة تنكر منه حتى تتعجب، وهذا هو الذي كان يصلي الآن أو لا، يعني تتعجب ويدخلك العجب، كيف هذا التلاعب هذا. في هذه الأيام عندنا في البلاد يعني طلبة حفظت القرآن، يوم الجمعة كيكونوا معانا يصلوا. هذه الأيام سمعت أنا حضر واحد عرس، يعني ما فيه ما تقرب حتى الساحة ديالو. تعرف هذو حملة القرآن، يعني هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف منهم وتنكر. نهار الجمعة تراه في المسجد فتقول والله هذا نعم الرجل. إذا جاءت مصيبة من المصائب، حفلة أو كذا، تجده غارقا فيها فتتعجب، هل هو هذا؟ إلى غير ذلك من هذه الأمور، وهي كثيرة في المسلمين، إلا من رحم الله وعصمه الله تبارك وتعالى من هذا الخلق، هذا القول. فالعجم لما يدخلون في دين الله تبارك وتعالى، سواء في التاريخ أو حتى في أيامنا هذا، يدخلون فيه بجد، يدخلون فيه بجد، فيستفيدون منه، يستفيدون منه، يتقوى إيمانهم، تتقوى معرفتهم بالله، يبحثون عن دين الله، يتفقهون في الدين. وهذا كله سببه هو الصدق والإخلاص. إذن أيها الإخوة، فيعني الفتح والإمالة لغتان من لغات العرب نزل بهم القرآن الكريم. الإمالة ذكرنا أنها كما ذكر العلماء لها أسباب، أي لكي تميل بالحرف من الفتح إلى الكسر، أو أن تشمه الكسر، لا بد من أسباب. حصرها العلماء في ستة أسباب. الإمالة يعني لا بد أن يكون لها سبب من أسباب الستة. أولا، أن يكون الحرف الممال، يعني الألف أو كذا المفتوح، الحرف المفتوح والألف المد، أن يتقدمه كسر، يكون قبل الحرف المفتوح والألف الذي بعده كسر، أو أن يكون بعده كسر، أي بعد الحرف المكسور، بعد الحرف الممال كسر. مثال ذلك الناري، البراري، الناري. أمن النون والألف لماذا؟ لأن الراء مكسورة. هل نميل النار؟ لا. أو النار؟ لا. هل نميل إن البرارة؟ لا. لماذا؟ لأن الراء مفتوحة، والفتح لا يجلب الإمالة، وإنما الذي يجلب الإمالة هو الكسر. لماذا؟ لأن العرب في لغتها تحاول ما أمكن أن تجعل اللسان
يمشي على نسق واحد ما أمكن، إذا أمكن كيف؟ أميل النون من النار والألف من 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 الألف إلى الياء، لأن بعدها كسر، الكسر يناسبه الكسر وتناسبه الإماء الياء، فبدل من أن يكون اللسان متصعد النار 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 يعني يتصعد ثم تهبط به إلى الكسر، هي لغة وقرأ بها القراء وهي جائزة، لكن نتكلم على من يميل، علة من يميل، حجة من يميل، أنه أمال النون والآلف من النار وكذا الصاد من الأبصار وكذا إلى غير ذلك، لأن بعدها راء مكسورة والكسر يناسبه إما الكسر وإما التقليل من الفتح، على الأقل تقليل من الفتح، أن تقلل من تفخيم الفتح، ذلك كإمالة ورش، وهي الإمالة التي يقال لها إمالة تقليل. كيف إمالة تقليل؟ أي أن تقلل من تفخيم الفتح فتأتي بصوت متولد من الفتح والكسر، لأن الإمالة هكذا، أن يكون صوتا ممزوجا، صوت الفتح ممزوج بالكسر، أي مخلوط بشيء من الكسر، لكن يبقى دائما جانب الفتح هو الغالب، أي أن تغلب جانب الفتح، هذا في الإمالة يعني القليلة، لأن الإمالة تنقسم إلى قسمين، إمالة قليلة وإمالة كبرى، تسمى بالإمالة الكبرى، تسمى بالإضجاع، تسمى بالبطح، تسمى بالبطح، وقد يعبر عنها بالكسر، يقال أمال أبو عمرو البصري أو كسر أبو عمرو البصري النون من النار، كسر ليس معنى كسر أنه يعني كسر النون، وإنما هذا تجوز، أي أماله، الكسر النبي معنى أماله، إذا سمعت أو رأيت في كتاب كسر ورش النون من النار ليس معناه أنه الكسر المعروف، وإنما يعني بمعنى أماله، إذن فالإمالة إما إمالة بين بين وإما إمالة كبرى، إمالة بين بين عرف العلماء هو أن يكون جزء من الكسر وجزآن من الفتح، جزء من الكسر وجزآن من الفتح، بمعنى أن صوت الفتح غالب على صوت الكسر، أما الإمالة الكبرى فهي عكس، أي جزآن من الكسر وجزء واحد من الفتح، هذه الإمالة الكبرى، إمالة الصغرى جزآن من الفتح وجزء من الكسر، الإمالة الكبرى جزآن من الكسر وجزآن من الفتح، ومع ذلك أن الإمالة القليلة لا بد أن يسمعك من يسمعك أنك أملت هذا الحرف، فتقول مثلا في رواية ورش سبح اسم ربك لعلى لعلى، ليس لعلي وليس لعلى، سبح اسم ربك لعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، هكذا يعني فيه جزء من الكسر، الإمالة الكبرى والمقرأ بها ورش يعني اللفظ بها أو التلفظ بها بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الأعلى، هي أقوى من الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، ما تقولش الأعلى لحن لأنك ما بقي جزء من الفتح،
إذن لابد أن تبقي شيء من الفتح. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. ورش المرعى، الإمام الكبرى المرعى. لاحظت الصوت، يعني الصوت يختلف. إذن ففيها ثلاث لغات، يعني هذه الألفاظ التي ذكرها فيها الفتح. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. لا إمالة، يعني فتح. رواية ورش قليلة، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. هكذا. هذه الأمور تدرك بماذا؟ تدرك بمشافهة العلماء والشيوخ، فتصير عند الطالب رياضة في لسانه، رياضة تصير عنده ملكة، أنه إذا قرأ لقارئ يفتح، إذا قرأ لقارئ يمال إمالة صغرى يميل إمالة صغرى، إذا قرأ لقارئ إمالة كبرى يميل إمالة كبرى، فيصير عنده هذا من سجايا الأمور، أي من بديهياته، من بديهيات لسانه بداهة، يصير عنده بداهة أنه يقرأ بالفتح بالإمالة الصغرى بالإمالة الكبرى. لكن الشيء الآن في غياب هذه الأمور وغياب العلم، فعامة الذين يقرؤون يقول سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، هكذا. هذه القراءة المنتشرة والعامة. هذا لحن، لأن ورش خصوصا في سبح اسم ربك وفي الصور 11 منصوص عليها في علم القراءات، ليس له إلا التقليل، ليس له في الصور 11 منها سبيح، ليس له إلا التقليل. ونحن في المغرب الذي جرى به العمل أننا نقرأ بالتقليل في جميع القرآن لورش، ليس في الصور 11، لا، نقرأ له بالتقليل في جميع القرآن. يعني هذه هي التي جرى بها العمل، لكن أثناء التطبيق الناس يقرؤون بالفتح، يقرؤون بالفتح، فتجد الإنسان يعني يأخذ المصحف والمصحف فيه الإمالة، لكن في قراءته هو لا يميل. لماذا؟ لأنه لم يتعلم الإمالة، فيقرأ بالفتح، يقرأ بالفتح. إذن فهو يقرأ هنا على غير ما في المصحف، يقرأ خلاف ما في المصحف، هو يأخذ المصحف ولكنه لا يقرأ كل، لا تكون قراءته متفقة مع ما في المصحف، لأن لا يوجد الآن مصحف برواية ورش فيه الفتح في ما يمال، يعني كلها المصاحف في رواية ورش كلها بالإمالة، لكن الناس عندما لم يتعلموا يعني الإمالة والفتح ويعني فيقرؤون هكذا يعني. فلهذا أيها الإخوة دائما أدعو إلى التعلم، أدعو إلى طلب العلم وإلى التعلم. إذن يعني الإمالة هكذا، يعني فيها إمالة كبرى وإمالة قلة، ولها أسباب، ذكرنا أن إما أن يكون كسر قبلها نحو ضعافا في قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، ضعافا ضعافا، العين مفتوحة، وتولد من هذه الفتح ألف، ألف العين ضعافا، لكن قبل العين الضاد مكسورة،
وهي من أسباب الإمالة، من أسباب الإمالة. ولهذا قرأ خلف عن حمزة ضعافا ضعافا ضعافا، إمالة كبرى ضعافا. العلة في أن خلف البزار، خلف بن هشام البزار قرأ بإمالة العين والآلف لأن قبله كسرة، لو لم تكن قبله كسرة لا يميل لأن لم يحصل سبب. وغيره من قراء والرواة قرأوا بالفتح، أي أنهم يعني لم يأخذوا بالكسر، فقرأوا ضعافا ضعافا. يعني هذا من مما تقدم الكسر، مما تقدم الحرف الممال الكسر. الثاني أن يكون بعد الحرف الممال كسر، يعني يكون في الأخير كسر، وقد ذكرنا النار والبرار إلى غير ذلك. ورشون يعني لم يميل ما قبله كسر في جميع القرآن، وإنما أمال بعض الكلمات التي بعدها كسر، أمال بعض الكلمات، وبعض الكلمات وإن حصل بعد الألف كسر لم يميله، نحو قوله تعالى ولا أنا عابد عابد، الباء مكسورة. يعني القاعدة، السبب حاصل، السبب الذي في النار والبرار والشرار حاصل في عابد، لكن هل أمال ورث؟ لا، لم يميل. إذن بعض الكلمات التي يعني تأخر الكسر عن الألف والحرف الممال أمالها ورث، لأن القراءة رواية. القاعدة تعطينا هكذا، يجوز الإمالة والفتح في عابد ونمارق، يجوز الإمالة والفتح لغة، يعني لغة يجوز، لكن القراءة ليس كل ما يجوز لغة تقرأ به، لا، لابد أن تتقيد بالرواية. رواية ورث لم يميل، ونمارق أو الغاشية ناعمة لم يميل، ناعمة النون والألف، مع أنه يجوز في اللغة أن تمال هذه، وقد أمال بعض الرواة ناعمة ونمارق والغاشية أمالها يعني في قراءة السبع هذه، لكن ورش لم يميل، إنما أمال بعض الكلمات، وخصوصا أمال ورش الألف الذي بعده راء مكسورة، الجوار، جبارين، الجاري، قهاري، الأبصاري، أمال ورش الألفات التي بعدها راء مكسورة، سيأتي هذا. ولكن إذا كان الحرف الذي بعد الألف غير راء وإن كان مكسورا لم يميله، لماذا؟ هذا في لغة العرب، وأن الراء إذا كانت مكسورة تجلب الإمالة أكثر من غيرها من الحروف إذا كانت مكسورة، الراء. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وأن الراء إذا كانت مكسورة تجلب الإمالة أكثر من غيرها من الحروف إذا كانت مكسورة. الراء إذا كانت مكسورة فتجلب الإمالة أكثر من غيرها من الحروف المكسورة. قالوا لماذا؟ قالوا العلة في ذلك أن الراء فيها تكرير، أي من صفاتها التكرير، وأن الراء الواقعة على الكسر على الراء بمنزلة كسرتين، بمنزلة كسرتين، فلما كانت هكذا بمنزلة كسرتين قويت على أن تجلب الإمالة من قبلها، الحرف الذي قبلها تجلب له الإمالة، وأما غير الراء من الحروف المكسورة فليس فيه إلا كسرة واحدة، مثل عابد الباق لا يقال فيه هو بمنزلة كسرتين مثل الراء، لا، كسرة واحدة. فالاثنان يعني كسرتان تجلب الإمالة أكثر من لو إذا كانت كسرة واحدة. ثم إن العرب استعملت الكسر في الراءات أكثر من غيرها، استعملت العرب الكسر في الراءات أكثر من غيرها، هكذا العرب أمالة الراء أكثر من أي حرف، أكثر من أي حرف، بل أمالة الراء يعني ولو لم يكن سبب الإمالة الكسر مثلا أو كذا. هذه لغة العرب. إذن فالسبب الأول أن يكون قبل الحرف الممال كسر، أو السبب الثاني أن يكون بعد الحرف الممال كسر، سببان يجلبان الإمالة. إذا قلنا يجلبان الإمالة ليس معنى أن كل حرف قبله كسر يمال أو كل حرف بعده كسر يمال، فقد يحصل السبب ولكن الرواية، رواية القارئ التي تقرأ به أو القارئ الذي تقرأ به لا يميل. مثلا نميل لورش النار والبرار والشرار، ولكن القانون لا يميل، فعندما نريد أن نقرأ للقانون نقرأ بالفتح، نقرأ بالفتح ولا نقرأ بالإمال. لماذا؟ لأن من الرواة الذين لهم الإمالة كثيرة رواية الإمام ورش عن نافع، وأما قالون فكلمات معدودة في القرآن أمالها من طريق أبي نشيط المروزي، كلمات قليلة، أمال هار فانهار به في سورة التوبة، وأمال التوراة إمالة قليلة وعنده فيها وجهان أي الفتح والتقليل، وأمال الهاء والياء من في سورة مريم في قوله تعالى كاف يا عين صاد، أمال الهاء والياء فقط. إذن هذه هي الكلمات التي أمالها قالون في جميع القرآن الكريم. وورش أمال يعني من هذه الأسباب الستة إلا اثنان لم يميلها، لم يميل إذا حصل فيها السبب اثنان، قلنا قبل الكسر لم يميلهم، وبعد الكسر أمال البعض وفتح البعض إذا كان قبل بعد الراء إلى غير ذلك. ستأتي هذه الأسباب الأربعة يعني الباقية في الدرس إن شاء الله الآتي، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون،
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.